Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن مرحبا بكم في قناة ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لا زلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو لونيفير بلس أون ماتيماتيك دوزيام أني كوليجيال. إذن وصلنا إلى الصفحة 128 ليكزارسيس نيميرو 27 دي سوا اف إيتيغال إكس بلس 1 أو كاري موان إكس بلس 1 ملتيبلي باغ إكس موان 1. إذن قال لي كالكولي اف بور إكس إيتيغال 1 إي بور إكس إيتيغال 2 سور 3. إذن عطاونا نحسبوا هاد f انطلاقا من هادشي اللي عطاونا نحسبوا عندما تكون x تساوي ناقص 1 وكذلك عندما تكون x تتقرا 2 سور 3. العملية فهي بسيطة جدا، بتعوض هاد x تدير الحالة الأولى عندما تكون x تساوي ناقص 1 بتعوض هاد x بناقص 1 فين ما كانت عندك هنا x فيها ناقص 1 بتعوض حطها في بلاصتها وتحسب ثم بدير الحالة الثانية x لو دوزيام كا هو x تتقرا 2 سور 3 وبدي تعوض كذلك x ب 2 سور 3 وتحسب. ثم قال لك اكخير بلو سامبلومون اف هادي هنا ملي تيقول لك اكخير بلو سامبلومون اف تعني لك بانك خاصك تفاكتوريزي خاصك تعملها. ثم قال لك هنا كالكولي اف افيك لا فورم سامبليفي بور اكس ايتيغال يعني ملي تفاكتوريزي داك اف تتغير هذا الشكل ديال اف اللي كانت بهذه الطريقه بتولي طريقه اخرى او عمليه اخرى وبنفس راه ما تغير تغيري في الشكل ديالها ما هي في الحساب غادي يكون بحال بحال وبتعاود تحسب هذيك اكس ايتيغال موان تتحسب f عندما تكون x تقال موان زان وعندما تكون x تساوي جوج على ثلاثة وغادي تلقى نفس النتيجة. إذا حاول أنت تجاوب على التمرين وغتشوف كيفاش جاوبت أنا. وقف الفيديو وشوف العملية كيفاش درنا ليها. إذا أول حاجة غادي تكتبها بتكتب ليكزارسيس 27 دون لاباج 128 وتكتب هاد المقدمة سوا f ميمكنش تبدا يعني بطريقة جافة تبدا تتحسب خاصك تكتب بأنك تجاوب على واحد الحاجة بالضبط. إذا عندنا سواء f تيغالا x بلس 1 او كاري موان x بلس 1 ملتيبلي باغ x موان زان. إذا لحسن الحظ عطونا مباشرة نحسبو بهاد السؤال فهو بسيط جدا وتتحط في الامتحانات بزاف هكا وغالبا هادي تيخليوها في الأخير المهم عطوها في اللول. جو كالكول f بوغ x تيغالا موان زان إي بوغ x تيغالا 2 سوغ 3 ميمكنش تخلطهم هادي حالة وهادي حالة. إذا هادشي علاش كتبت أنا هنا بوغ x تيغالا موان زان f وهنا كتبنا في التحت تاني بوغ إكس إيتيكالا 2 سيغ 3. إذا غادي تحسب في الحالة الأولى عندما تكون إكس تساوي ناقص 1 فين ما كانت عندك إكس تتعوضها بناقص 1. إذا عندنا إكس بلس 1 هاهي كتبنا إكس هي ناقص 1 قلنا في حالة عندما تكون إكس تساوي ناقص 1. إذا هاد إكس بلس 1 بتولي ناقص 1 زائد 1 وستنا كذلك هنا ناقص هنا هاد اكس بنعوضها بناقص 1 هاد اكس غنعوضها بناقص 1 وعطينا موان زان بلس 1 ها هي موان زان بلس 1 مضروبه في ناقص 1 ناقص 1. اذا تنحصلوا هاد الاولانيه ناقص 1 زائد 1 هي 0 و 2 الثانيه كذلك القوس الثاني اللي فيه اكس بلس 1 اللي فيه ناقص 1 زائد 1 تعطينا 0. اذا تعطينا 0 مضروبه في ناقص 2 تساوي 0. اذا عندما تكون اكس تساوي 0 عفوا عندما تكون اكس تساوي ناقص 1 f تساوي 0. اذا اؤكد بانه عندما تكون x تساوي ناقص 1 f تساوي 0. غادي نشوفوا في حاله عندما تكون x تساوي 2 على 3. اذا متى تكون x ايتيغال بوغ x ايتيغال 2 سور 3 f دوفيان 2 سور 3. علاش 2 سور 3؟ لانه كتبوا لينا في الاول x بلس 1 او كاري هذاك اللي عطاونا في الاول x بلس 1 او كاري تتولي 2 سور 3 بلس 1 ناقص x بلس 1 هي 2 على 3 زائد 1 مضروبه في x ناقص 1 هي 2 على 3 ناقص 1. اذا عوضنا فقط x ب 2 على 3 لان كتبناه بوغ x ايتيغال 2 سور 3 وتنديروا هنا تنعملوا هادو تنديروا لهم تنوحدوا لهم المقام ماشي تنعملوا تنوحدوا لهم المقام لان هذه عمليه ديال الكسور تنوحدوا لهم المقام لان عندهم هذا ما فيهش الكسر عند الطبيعي. اذا نكتبوا 2 سور 3 بلس 3 سور 3 لان 1 هو 3 على 3 هادشي راه قريتو في السبعة. إذا نتوما 2 سيغ 3 بلس 3 سيغ 3 كذلك فين ما كان هنا 1 تنديرو 3 على 3 لأن عندنا المقام هو 3 و
وتنجمعوا. اذا القوس الاولاني اللي فيه او سي تناوي يعطينا 2 سور 3 بلس 3 سور 3، تنديروا الخط ديال الكسر وتنجمعوا لي نوميراتور اونتر اللي تتسبيو نتوما البسط تجمعوا مع البسط تعطيك 2 زائد 3 هي 5 على 3، والكل او سي تنال ما نساوهاش. ثم عندنا القوس الثاني اللي فيه 2 على 3 زائد 3 على 3 تعطينا كذلك 5 على 3، لان درنا خط الكسر وجمعنا البسط مع البسط. اذا اون اوبتيان 5 سور 3 ملتيبلي بار 2 موان 3 سور 3 هي 2 ناقص 3 هي ناقص 1 على 3، وتنحصلوا على عمليه فيها 5 اس 2 هي 25، 3 اس 2 هي 9. هذه بالنسبه للعمليه الاولى، هذا الشيء اللي فيه اس 2 حصلنا فيه من خلاله على يعني 25 على 9. بالنسبه لهاد الاقواس اللي ضربناهم في بعضياتهم، هذه فيها 5 على 3 وهذه ناقص 1 على 3، بتعطينا 5 مضروبه في ناقص 1 هي ناقص 5، 3 مضروبه في 3 هي 9، وتيبان لنا بانهم عندهم نفس المقام. اذا تنديروا الخط تاع الكسر وتنجمعوا 25 ناقص ناقص 5، اذا ناقص ناقص 5 هي زائد 5، اذا تتولي عندنا 25 زائد 5 هي 30، 30 على 9، وتنعرفوا 30 هي 3 مضروبه في 10 و9 هي 3 في 10، وتنختزلوا بهاد 3 اللي كاينه في الفوق وفي التحت تنحيدوها وتنحصلوا على 10 على 3، وتلقاو اف ايتيكال 10 سور 3. اذا هذا بالنسبه للحاله الاولى الشكل ديال اف كيف كان في الاول. غادي نشوفوا دوكا ملي غادي نفاكتوريزيو كيف تولي اف. اذا ملي كتب السؤال الثاني جي كري بلو سامبلومون اف يعني ابسط اف، اذا ملي تيقول لك ابسط يعني بغيتي تفاكتوريزي. اذا انت يبان لك هنا كيف قلنا هنا هذه اكس بلس 1 او كاري، وهذه فيها اكس، تلاحظوا هذه فيها اكس بلس 1 وهذه اكس بلس 1، وهذه فيها اس 2 هذه ما فيهاش. اذا اش غادي نديروا؟ غادي نحولوا هذه، نحولوها الى اكس بلس 1 ملتيبلي بار اكس بلس 1، لان اي حاجه اس 2 هي مضروبه في نفسها. اذا هذا الشيء اللي داخل القوس اس 2 هو مضروب قوس مضروب في قوس اخر اللي هو اكس بلس 1 ملتيبلي بار اكس بلس 1. اذا تيبان لنا بان هذه العمليه كاينه، هذا اكس بلس 1 كاينه هنا وكاينه هنا. اذا هادي نهزو وحده من هادي وحده من هادي، هاي كتبنا هنا. ملي تنهزو هاد اكس بلس ان ديال هاد الاولانيه تيبقى لينا هاد القوس التالي، ها هو القوس التاني اللي هو اكس بلس ان. تنديرو لي كروشي باش نجمعو هاد الشيء كله هو. ثم في الجهه الاخرى هزينا هاد اكس بلس ان، ماذا بقي؟ بقات لينا هاد اكس موان زان حنا درناها هنا. اذا تنبقاو داخل لي كروشي عندنا اكس بلس ان ملتيبلي بار هادشي، غادي نحيدو الاقواس باش نحسبو هادشي اللي داخل. اذا تبقى لينا اكس بلس ان، وهنا x plus 1 moins x moins 1. إذن ها هي تدرنا x plus 1 ناقص x، وهاد ناقص x ها هي مجات من هنا، ولكن ناقص ناقص 1 هي تتعطينا زائد 1. إذن تنحصل على x moins x تتلاحظوا هي x ناقص x هي 0، تتبقى لنا 1 زائد 1 هي 2، هاي كتبنا هنا داخل الكروشي. إذن داكشي اللي داخل المعقوفتين تعطينا فقط 2، وتنحصل على f ايتيكال 2 ملتيبلي بار x plus 1. إذن هذيك f اللي كانت عندنا في الأول في هذاك الشكل هكا تحولت لهذا الشكل اللي هو f ايتيكال 2 ملتيبلي بار x plus 1. غادي نعاود نحسبوها ثاني عندما تكون x تساوي ناقص 1 باش نلقاو نفس النتيجة. إذن عطاتنا نفس النتيجة راهي صحيحة. إذن f ايتيكال 2 ها x بغينا نعوضها بناقص 1، إذن x ايتيكال موان زاد x بغينا نعوضها بناقص 1 بتعطينا ناقص 1 زائد 1 هي 0. هاي كتبنا 2 f ايتيكال 2 ملتيبلي بار موان زاد بلس 1، إذا ناقص 1 زائد 1 هي 0، إذا 2 مضروبة في 0 تتعطينا f تساوي 0. غادي نشوفو دركا عندما تكون x ايتيكال 2 سور 3. إذا قلنا بأن f تساوي 2 ملتيبلي بار x بلس 1، إذا عوضنا هاد x هادي عوضناها بجوج على 3 هاي كتبناها هنا لتحت. إذا f ايتيكال 2 ملتيبلي بار 2 سور 3 بلس 1. إذا تنحسبو هادي تنوحدو ليهم المقام، هادو تيبقى لينا حيت عملية ديال الكسور عرفتهم. إذا تنديرو 2 مضروبة في هاد 2 على 3، هاد 1 تنعوضوه تنحولوه 3 على 3 باش يكون عندهم مقام واحد، تولي عندنا 2 سور 3 بلس 3 سور 3. تنديرو الخط ديال الكسر لو تخي دو لا فراكسيون تعطينا 2 بلس 3 سور 3. إذا هاد 2 على زائد 3 هي 5 على 3، وتنضربوها ب 2 وتتعطينا 2 ملتيبلي بار 5 سور 3، و 2 مضروبة في 5 هي 10 على 3. وهاد الشيء هو اللي لقيناه في النتيجة في الحالة الأولى اللي حسبناها. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين 27. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.